السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة ظل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون تجاه بيت المقدس قرابة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتوجه بنظره إلى السماء ويتمنى أن تكون قبلة المسلمين الكعبة المكرمة وبالطبع كان اليهود في قمه الفرح بتوجه المسلمين في صلاتهم لبيت المقدس حتى نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون حسد اليهود المسلمين على قبلتهم الكعبه المشرفه وقالوا ان محمدا يامر اصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه وما يفعل ذلك الا من تلقاء نفسه فنزل قول الله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ما نبدل من ايه او نزلها من القلوب والاذهان نات بانفع لكم منها او نات بمثلها في التكليف والثواب ولكل حكمه الم تعلم ايها النبي الكريم وامتك ان الله على كل شيء قدير موضوع النسخ ليس بجديد فمنذ هبوط ادم وحواء عليهما السلام الى الارض وكان لهم شريعه ومنهاجه وجميع الشرائع تتفق في اصول الدين زي التوحيد ومكارم الاخلاق واخبار الامم وبيكون في اختلاف في بعض الاحكام وبعض الاوامر والنواهي حسب الفترة الزمنية اللي فيها التشريع. وخلونا ناخد بعض الأمثلة. في عهد سيدنا آدم عليه السلام كان حلالاً زواج الأخوة من الأخوات. وفي عهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفقاً لسفر التكوين رقم 20 تزوج من أخته سارة عليها السلام. وبالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة. ولما جاء عهد سيدنا موسى عليه السلام نسخ هذا الحكم واصبح محرما زواج الاخوه ومساو للزنا وجاء في سفر اللاويين لا تتزوج اختك بنت ابيك او بنت امك وهنلاقي كمان في سفر التثنيه رقم 27 ملعون كل من يضاجع اخته ابنه امه او ابنه ابيه ويقول جميع الشعب امين وبكده نقدر نقول ما كان جائزا في شريعة آدم وإبراهيم عليهما السلام نسخ في شريعة موسى عليه السلام، وخلونا ناخد مثال تاني في عهد سيدنا نوح عليه السلام كان حلالا له ولقومه أكل كل حي متحرك واللي كان مذكور بوضوح شديد في سفر التكوين وليكن كل حي متحرك طعاما لكم وبرضه هنلاقي إن الحكم ده نسخ في عهد موسى عليه السلام وحرم العديد من الحيوانات مثل الأرنب والخنزير وأكثر من كده كمان في عهد سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام جمع بين أختين اللي هما ليا وراحيل ابنة خاله وبرضه في عهد سيدنا موسى نسخ الحكم ده وفقا لسفر اللاويين واللي فيه لا تتزوج امرأة على أختها لتكون ضرة معها في أثناء حياة زوجتك وجاءت شريعة سيدنا عيسى عليه السلام فأحلت لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم ودي كانت مقدمة مهمة جدا علشان نفهم أن النسخ كان في الأزمنة الغابرة وليس في الإسلام فقط والنسخ في اللغة ليه تلت معاني أول معنى اللي هو النقل يعني كأنك بتعمل كوبي بيست لكتاب فأنت ما بتغيرش مجرد بتعمل نسخة تانية من الشيء وتاني معنى للنسخ هو الإحلال والإزالة زي ما تقول نسخت الشمس الظل فالشمس لما جاءت اختفى الظل وحل محل الشمس وده المعنى المقصود بالنسخ في القران الكريم وثالث معنى للنسخ اذا ازالته ولم يبقى له اثر زي ما تقول نسخت الريح اثار الاقدام وبكده نقدر نعرف ان النسخ في القران الكريم كان في حكم شرعي ثم ازيل بحكم شرعي اخر متاخر عليه وكان سيدنا علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يروا ان معرفه الناسخ والمنسوخ شرط لتفسير القران والحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلونا ناخذ بعض الامثله قبل الاسلام كان العرب يقدسون الاصنام ويعبدون قبور الصالحين فحرم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم زياره القبور بامر الله عز وجل وبعد ان ثبت الامر وتمكن التوحيد من قلوب المسلمين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأكيد للنسخ حكم كثيرة، أول حاجة ابتلاء للمكلفين هيمتثلوا لأمر الله ولا يعصوه، وتاني حاجة التخفيف على المؤمنين والتيسير عليهم، وبالطبع ما ننساش التشديد على المتشددين زي ما حصل مع بني إسرائيل، وأحيانا التدرج في الأحكام مهم جدا زي ما حصل مع الخمر، فإنكار اليهود للنسخ وهو مذكور بوضوح شديد في التوراه هوى شديد وكفر واضح قال قتاده رحمه الله كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء جزاكم الله خيرا